لما بيكون عندنا عزومة بنكون عايزين نطلع كل اللي في التلاجة، أصل إحنا شعب كريم. نسمع أجدادنا زمان كانوا بيحكوا لنا حكايات وبيقولوا جمل حلوة قوي. بيحكوا لنا حكاية الطبق اللي دايما نازل طالع في العمارة، طالع نازل لحد ما بينسوا الطبق ده بتاع مين أصلا. دايما كانوا يقولوا المحدش بينام جعان، دايما كانوا بيقولوا المليان بيكب على الفاضي. جمل حلوة قوي قوي قوي. يا ترى الخلق ده موجود عندنا كده؟ الكرم ده، خلي الكرم دايما موجود في حياتك، هتفرق معاك كتير قوي في حياتك. انا كريمة مع الناس اللي اعرفهم قوي مثلا، او اللي انا لازم اكون عارفاهم. طبعا ديننا وبحسنا على الكرم مع كل الناس، حب الناس، فده اللي بيخليك كريم مع الناس. لكن في ناس ما تسهلش قوي. دلوقتي طبعا بسبب الاشياء الحديثه اللي في حياتنا، وان كل انسان بقى مندمج في حياته ومشاكله الشخصيه، اي نعم نسبه الكرم قلت بس برضه لسه موجوده وهتفضل موجوده. البحر مش بيخلص، اصله كريم، والكرم فينا برضه عمره ما هيخلص. ممكن يكون الكرم دوت بمعلومه، ممكن يكون الكرم ده شفت حيوان ورفقت بيه، ممكن الكرم ده شفت حد غلبان وباكل حاجه ورحت اسمها معاه. ليها اشكال كتير. الابتسامه نوع من انواع الكرم، يعني دي بتدل على شخصيه الانسان اصلا، انه دايما يكون متفائل، انه حابب الخير للناس، انه بيحب يساعد، انه كريم دايما في تصرفاته وفي اخلاقه. لان الكرم دي يعني الكرم مش في الفلوس بس، الكرم في الاخلاق وطريقه التعامل واسلوب الحياه عامه. بس برضو انت عندك حاجه في الشعب المصري بيبقى كرم نص كرم. انا شايفه ان عزومه مراكبيه دي الجمله دي بتدل اصلا على البخل، لان اكيد يعني لو الانسان ده مش بخيل مش هيتقال له دي عزومه مراكبيه. عزومه المراكبيه لان بيبقى فيه زي اتنين رئيسين في كل مركب لوحدها، فهو بيعزم عليه ان هو يروح له، فمش هيقدر لا دايس بالمركب ولا دايس بالمركب، ففي النهايه ما بتتمش العزومه دي. هي دي عزومه المراكبيه. خليك كريم لما تيجي تعزم حد، ما تعزموش عزومه المراكبيه. من الامثله اللي دمها خفيف اللي بتبقى عند المصريين عزومه المراكبيه، بالرغم ان والله المراكبيه من اكرم الناس ومن اجمل الناس اللي الواحد شافهم في حياته، لكن يعني هو من الدم الخفيف بتاع المصريين. واحيانا لما بنيجي نحكي قصه الاثنين الاخوات والكرم والايثار اللي كان بينهم وبين بعض، وكل واحد بيدي للتاني، فتلاقي ناس تقول لك ايه العالم المثالي اللي هم بيحكوا عنه ده. هو في الحقيقه احنا منهجنا في المصري باخلاقه بنحلم لكل اللي بيشوفنا يمشي بالمنهج ده، الخير فيه وفي امتي الى يوم القيامه. النبي اللي عرفنا كده، الخير هيفضل في امه النبي لحد يوم القيامه. فكل واحد لازم يبدا بنفسه. انا هبدا بنفسي، وفريق البرنامج المصري باخلاقه يبدا بنفسه، كل واحد بيشوفنا يبدا بنفسه. واتكلمنا عن اي خلق تبدا انت تنفذه، فخليك كريم بقى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعطي عطاء من لم يخشى الفقر. اللي مش خايف من الفقر، اللي ما بيدي حاجه مش متخيل ان هو مش هيبقى معاه. وخلي بالك الكرم مش في الفلوس بس، الكرم حتى بالكلمه. الكرم انك انت تطبطب على انسان عنده مشكله محتاج كلمه منك او محتاج ابتسامه منك. خلي بالك ربنا بيعلمنا حاجه حلوه قوي، السخي قريب من الله، قريب من الجنه، قريب من الناس. تخيل الكرم هيوصلك لفين. خليك كريم وسيبها على الله.